مهندس باشمهندس محمود، خلينا نقول في ظل هذه الأزمة لابد أن تعود مصر إلى صراطها الأولى على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهذا حتى تستطيع أن تعود إلى صراطها الأولى لابد من التوحد الجبهة الداخلية المتمثلة في الأحزاب المختلفة، فكيف ترى الأمر في ظل هذه التراشق والتفرق بين الأحزاب الإسلامية المختلفة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه الصلاة آله والسلام. وصحبه وسلم. إذا كنا بنتكلم على أن مصر هي هبة النيل زي ما كتب التاريخ بتقول، زي ما هيرودوت تمام أبو التاريخ قال، فبالتأكيد عندنا أزمة حقيقية في العبث بمنابع النيل في الحبشة أو في أثيوبيا. عايز أقول بس في البداية أن دي ليست المحاولة الأولى، يعني منذ قرون عدة وإحنا هناك محاولات من النظام العالمي لتقويض مصر وتركيع مصر أكثر مما كانت راكعة في ظل الأنظمة السابقة، خصوصا وإحنا بنتكلم النهاردة على تحول في مصر، صحيح ليس هو المأمول والمنشود لكنه في النهاية تحول لصالح مشروع الأمة وليس فقط مشروع وصول إلى سلطة وبقاء النظام الحاكم السابق مع اختلاف أفراد الحاكمين. يعني خلينا نقول بس إن إحنا ما ينفعش نشوف مشهد العبث بمنابع النيل في مصر في أثيوبيا النهاردة والتأثير على مصر مشهد بعيد عن المنظومة العالمية، النظام الصهيوني وأمريكي اللي بيحكم العالم واللي يهمه جدا هو يركع مصر وتظل داخل هذه المنظومة. يعني عشان في كده أيادي خارجية تلعب طبعا عشان بهذه كده الورقة. نفهم بشكل واضح تمام. إن الصهاينة يعني في طوال الأعوام السابقة في ظل نظام مبارك وخصوصا كمان بعد ثورة 25 يناير بيعبثوا بالأمن القومي المصري أو الأمن المائي المصري. صحيح ده إرث مبارك لكن ينبغي على ثورة يناير وعلى المتصدرين الآن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تمام. والأحزاب المشاركة في السلطة أو لها تمثيل يعني في المؤسسات المختلفة ينبغي أن هي تعمل بشكل مختلف أمام هذا العبث. مشكلة الأحزاب طبعا يعني أزمة زي دي إذا لم تمام. تكن أزمة كهذه ستجمع القوى السياسية المختلفة بتوجهاتها المختلفة فضلا عن التيار الإسلامي بأحزابه المختلفة، طبعا يبقى احنا بنتكلم على أن المصلحة الشخصية للأحزاب وأفرادها أولى عند هذه الأحزاب وهؤلاء المتصدرين بين قوسين النخبة أولى من المصلحة العليا لمصر. بالتأكيد الجبهة الداخلية ترتيب أوراقها يتحمله الآن الجزء الأكبر الرئيس مرسي تمام. وحزب الحرية والعدالة، لكن أيضا المعارضة التي كانت غير رشيدة طوال الأشهر الماضية عليها جزء كبير جدا في أن هي تعيد ترتيب أو قبول إعادة ترتيب الشأن الداخلي المصري لمواجهة التحديات الخارجية.